ستور ايبك جيمز لازم يسموه ستور الغلابه او ستور ابو الغلابه، ما بعرف اخي. هذا المتجر فيه مشكله كبيره، انه اول شيء بيعطينا جي تي اي بشكل مجاني، بعد منه هيتمان، بعد منه باتمان، بعد منه العاب كتير كل اسبوع، وهلا رح يضربوا ضربه كبيره مع لعبه روكت ليج. هي رح تكون مجانيه بشكل كامل على جميع المنصات، بس في ضربه كبيره لايبك جيمز انه رح يكون في جوائز بين لعبه روكت ليج وبين لعبه فورتنايت. رح يكون فيها طور جديد، رح تلعب هذا الطور بلعبه روكت ليج او المود يعني، وتحصل جوائز في فورتنايت. يعني الصراحه ما بيخلفوا لك اي شيء الا ما بزبطوا لك اياه على الاخير. اللعبه مجانيه، بس لا احنا رح نعطي كمان شيء مجاني في فورتنايت. كل هذا رح نحكيه بهذا المقطع، ورح نحكي شغلتين ثانيات اللي هي الحفله الجديده اللي جايه على بارتي رويال، وشغله ثالثه اللي هي ترافيس سكوت اللي كل الناس عم تقول انه انا اخذت ستايل ثاني وانا ما اخذته ومدري شو. كل هذا رح نحكيه بهذا الفيديو. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. قبل ما بلش اي شيء ونحكي بالفيديو عن التفاصيل، بتمنى اذا انت اول مره عندك تشاهد فيديو على القناه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتحط لايك وكومنت تحت، بيهمني جدا رايك بالتعليقات، جدا بيهمني. كود دعم بالايتم شوب نيو 9 لو حابب تدعمني ظاهر امامك، وحملتنا نوصل ل 20,000 قبل نهايه السنه لسه شغاله، فاتمنى تدعموني فيها بالاشتراك بالقناه. لعبه روكت ليج كل الناس بتعرفها وكل الناس شايفتها، واللي ما بيعرفها اكيد شايف عنا مقاطع. اللعبه عباره عن سيارات وطابه وبدك تفوت جول وفريقين ومدري شو، بس احنا هذا الكلام كله ما بيهمنا. اللي بيهمنا احنا اللعبه شلون تصير بشكل مجاني، وشو بيعرفني انه انا رح يصير فيها هدايا بين فورتنايت وبين هاي اللعبه. كل هذا رح نحكيه هلا. بالنسبه يا شباب للعبه روكت ليج ان شاء الله رح تصير بشكل مجاني يوم 23 سبتمبر على جميع المنصات مثل ما حكوا الناس والتسريبات. نينتندو رح تكون عليها بشكل مجاني، والبلاي ستيشن واكس بوكس هيك عم يقولوا، انا ما بعرف. كله رح يكون بشكل مجاني، ولكن انا بيهمني هلا ايبك جيمز وفورتنايت. اللعبه رح تصير بشكل مجاني يوم 23 سبتمبر. طيب لما تصير ب 23 سبتمبر مجاني انا رح احملها والعبها بشكل طبيعي. طيب ايزي الموضوع. طب شو موضوع الهدايا يا نيمو بالنسبه لفورتنايت وابيك جيمز والقصص هي؟ يا شباب بالنسبه للهدايا رح ينزل طور جديد باسم اللاما رام. هذا المود يا شباب رح ينزل بلعبه روكت ليج داخلها للعبه، مثل طور البارتي رويال، مثل طور التيم رامبل هيك فورتنايت. رح ينزل هذا الشيء بلعبه روكت ليج، بتفوت داخل اللعبه وبتلعب هذا الطور. مجرد ما انك انت تلعب هذا الطور وتخلص فيه اشياء مطلوبه منك داخل هذا الطور، يعني يمكن مثل تحديات او شيء، لحد هلا ما حدا بيعرف الموضوع ابدا، رح تخلص هي شغلات وتلعب هذا الطور وتاخذ جوائز خاصه بفورتنايت. طيب انا كيف بدي اضمن اني اخذ هاي الجوائز على فورتنايت والعب روكت ليج؟ انا رح اقول لك كيف تاخذ الجوائز. بالنسبه للجوائز يا شباب، كل عليك انك انت تفوت على ايبك جيمز نفسه يلي انت عم تلعب فيه. يعني هلا انا عم بلعب بالايميل تبع نيمو يوتيوب اللي كل الناس بتعرفه والبث المباشر. انا داخل على متجر ايبك جيمز بهذا الايميل، ورح نزل اللعبه من هذا الايميل كمان. يعني رح احط هذا الايميل بالمتجر ونزل لعبه روكت ليج على هذا الايميل. شو بصير؟ بصير انا عم بلعب روكت ليج على الايميل نفسه وعم بلعب فورتنايت على الايميل نفسه. انا مجرد ما العب لعبه روكت ليج، مجرد ما العبها وخلص الاشياء اللي فيها، بشكل اوتوماتيكي رح تجيني الهدايا من روكت ليج لفورتنايت، لانه عم بلعب بنفس الايميل. عرفتوا شو الفكره؟ انا ضربت لكم مثال صغير وقلت لكم شو الفكره. هاي هي الفكرة، انك انت بدك تلعب بنفس الايميل روكت ليج وبدك تلعب فورتنايت بنفس الايميل. طب انا شو بيعرفني انه رح يكون في جوائز ورح يكون في طور باسم لا مراما والقصص هي، ولسه كل الناس ما حكت عن هذا الموضوع؟ انا اللي عرفني انه صفحة فورتنايت الرسمية على الفيسبوك على الانستغرام وعلى تويتر نزلت شيء قالوا في احتفلوا معنا باطلاق لعبة روكت ليج كلعبة مجانية يوم 23 سبتمبر بدءا من عطلة نهاية هذا الاسبوع. ولما تلعب داخل روكت ليج طور لا مراما رح تحصل على مكافأة داخل لعبتين روكت ليج وفورتنايت. يعني رح تاخذ جوائز هون وهون مجرد ما تلعب هذا الطور باسم لا مراما. تمام يا شباب، انا هيك جبت لكم الاخبار كلها بشكل رسمي، ما في اي شيء تسريب، ما في اي شيء هذا الكلام. هي الاخبار كلها رسميه من صفحات الفيسبوك تبع فورتنايت الرسميه. فيوم 23 سبتمبر ان شاء الله موعدنا مع هاللعبه، وانا طبعا رح اعمل عليها بس مباشر على الفيسبوك، على صفحتي على الفيسبوك اللي هي نيمو 3 او نفس اسم القناه بالضبط. ورح نشوف شو موضوع الطور الجديد تبع لا مراما وشو موضوع القصص هي وكيف ناخذ الجوائز. وحاول ساعدكم اكثر لو كان عندكم بعض المشاكل، بتحاكوني انتوا على البث المباشر وبحاول ساعدكم على البث المباشر. والخبر الثاني اللي معنا اللي هي رح يكون عن الحفل الجديد القادم على البارتي رويال. بالنسبه لحفل البارتي رويال يا شباب، رح يجي معنا حفل جديد ان شاء الله يوم 20 سبتمبر، رح يكون بين فرقه وبين مغني. الفرقه رح تكون ذا فري ناشونال، والمغني رح يكون اندرسون باك. هدول هن يا شباب الاثنين اللي رح يجوا معنا بحفل البارتي رويال. طيب شو موضوع حفل البارتي رويال؟ امتى رح يجي؟ يا شباب رح يجي هذا الحفل ان شاء الله 20 سبتمبر الساعة 12 بالليل بعد منتصف الليل، يعني بتوقيت السعودية. رح يجي الساعة 12 بالليل بتوقيت السعودية يوم 20 سبتمبر، يعني يوم لما يقلب 20 سبتمبر.
تمام يا شباب. وانتم طبعا انا رح اكون يمكن فاتح بس مباشر، وحاول نشوف الحفل مع بعض على الفيسبوك. الحفل رح يجي ان شاء الله يوم 20 سبتمبر. هلا بقى الخبر الثالث اللي معنا اللي بدنا نحكي عليه احنا، اللي هو سكن ترافيس سكوت. طيب سكن ترافيس سكوت احنا كلياتنا بنعرف انه هو له ستايلين، ستايل بيكون بدون تيشيرت او كنزه يعني لابس بنطلون بس، والستايل الثاني اللي هو حيكون هيك على شكل حديد وآلي بنفس الوقت يعني. طيب بس هلا بالفتره الاخيره انتشر شيء جديد اللي هو هي الصوره اللي ظاهره امامكم. بعض الناس عم يحطوها على الجروبات وبعض الناس عم يبعتوها لاخوانهم وهيك، عملوا انه نحن حصلنا سكين، حصلنا ستايل لترافيس سكوت ومدري شو. هذا السكين نزل معنا، هذا عباره عن شخص صمم هذا الشيء ونزله وقت اقترحه على شركه فورتنايت، قال لهم وقت ينزل السكين ترافيس سكوت نزلوا معه هذا الستايل او نزلوه بهذا الشكل. هو عبارة عن السكين هاد مو موجود باللعبة ومو موجود بأي مكان. هذا الشخص أيام حفلة ترافيس سكوت، شوفوا قد ايش صار له الكلام قديم كتير، أيام الحفلة تبع ترافيس سكوت وقبل ما ينزل سكين ترافيس سكوت من داخل ملفات اللعبة وهالقصص، شخص اقترح عليهم هذا التصميم. يعني هلا لحتى رجعوا وأخذوا الصورة الناس وبدأوا ينشروها على السوشيال ميديا. يا شباب هاي الصورة كذب ومو موجودة ابدا باللعبة، ولا الشركة حكت عليها، ولا انه اللعبة رح تاخد ستايل تاني ورح نقدر احنا ناخده بسكين ترافيس سكوت. الموضوع كله كذب بكذب، وهذا عبارة عن صورة عم تتداول الناس. بس انا حبيت احكي المعلومة البسيطة بالنسبة لسكين ترافيس سكوت مشان الناس بس تعرف شو الموضوع اكتر وتتعلم هيك اكتر مشان ما تصير كذب على السوشيال ميديا. فاتمنى يكون عجبكم هذا المقطع. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9، ولو حابين تشوفوا لعبة روكت ليج لما نزلها على البث المباشر او نحضر الحفل الخاص باندريا وهدول الشباب والفرقة وهدول الشباب الطيبة، تعالوا على الفيسبوك بتنوروني على البث المباشر نيمو 3 واللي ظاهر امامكم. وبس هيك بنكون خلصنا المقطع تبعنا، بتمنى يكون عجبكم وبرعاية الله.